هل تتفق أن منتخب مصر بما قدمه أمس قدم أوراق الاعتماد والترشح أنه سيأتي للفوز باللقب؟ صعب جدا التكهن، لكن المنتخب المصري يظل المنتخب المصري، وهو منتخب عريق يعني عنده تاريخه وتقاليده. وشوف المنتخب المصري في المسابقات المصغرة أو في النهائيات يكون الريتم تصاعد، صعودية. يعني أول مقابلة دائما ما يوريش الوجه المأمول، لكن في ظل اصطدامه بمنتخب يعني قوي دفاعيا، خاصة المنتخب اللبناني بقيادة مدرب تشيكي إيفان محنك الذي يعرف كيف يقود فريقه خاصة من الناحية الدفاعية، وجد صعوبات جمع المنتخب المصري. لكن أتوقع أنه يعني يشغل باقي المحركات في باقي المقابلات وسيأتي بقوة.